أعزائي متابعي قناتي، كثير من الأسئلة توردني على أحجام الأقفاص اللي عندي، يريدون يسوون مثلها أو يشترون مثلها. راح أشوفكم هسه الأقفاص مالتي. هالأقفاص هي عندي، يعني 5 أقفاص من هالنوعية هذه نفسها، وعندي هذول الخمسة. عندي هذا القفص، هذا اشتريته أول ما جبت البلابل، وبعدين كان عندي الببغاء الكاسكو اللي أفريكان جراي، كنت مخليه بي قبل ما أنطيه، وفلشته وضميته. أردت أبيعها، قلت حتى أنا كل الأقفاص تكون عندي نفس الشكل. بصراحة كنت مشتريه ب$260، ما جاب له $100، فما بعته، قلت حرامات، لأنه الجيج مال السيم مالته من هذا الثخين، وهو قفص حلو، فخليته ما بعته. أحد الأخوة ذاك اليوم سألني علي هذا يريد، قال لي القفص الجوزي اللي بالغرفة شلون أقدر أسوي من عنده، فراح اقدر اشوف لكم اياه. هو باع واحدين الطاسات مال الببغاء اللي يطلع برا ياكل، وبي اضافة كانت حديدة لوح عندي هنا، أنا كان شتها يوقف عليها هم، فما شاتها هسه. القفص هذا يتكون من عدة قطع تجي و تربط ببراغي، بس انتو اذا تريدون تسووها. عندي هنا البيبان اللي هي بيها طاسات تقعد للاكل، بي 3 القفص، بي 2 من هالجانب، وبي وحدة من الجانب الاخر ذيش الطاسة، بس ما يكفون عندي، لذلك أني خليت بعض الحاويات مال الأكل، والمي مخلي لهم إياه هنا، والتمر هناك عده. فالقفص هذا ببابين، باب هذا ينفتح لو تشوفوا، وباب الرئيسي ينفتح هذا بقفل هنا، حتى أنا لا ينفتح من كيفه إلا بإيدك أنت، ينفتح وينسد، لأن هذا البلبل وقح عندي، بس يلقى الباب انفتح ينهزم، ومو بسهولة أصيده بالغرفة. تشوفون عندي هاي القاعدة هنا تنسحب، ما التنظيف هذه بالإضافة إلى هذا المجار، والقاعدة مالته شي بسيط، اللي يريد يسوي يقدر يسوي، حتى لو من خشب هم يقدر يسوي مثله ويخليه. بالنسبة للأقفاص هذه عندي بيها بيبان، كل صفحة يعني 3 هنا عندي، بالثلاثة بن 2 بالنص و3 بالجانب، وكل جانب من السايدات مالته اكو فتحة الأكل تطلع بسهولة وتنحط بسهولة. والأقفاص هذه ترتاح لها البلابل، وما عندهم اي مشكلة بها بالنسبة للتكاثر، تقدر بس تخلي لهم انت مواد التعشيش والاماكن اللي راح يبنون بيه العش، وشغلة بسيطة يعني، ما اعتقد عندك فد مشكلة وياهم. هاي الاقفاص بصراحة تجيني هواية من الاسئلة على الاقفاص، شلون نسويها وشلون.
هاي الأقفاص النزال مالها يعني من أنا الجانب هذا 50 سنتي، عرض القفص 85 سنتيم، الارتفاع مالته هو 125 سنتيم. هذا لو تشوفوه هم بي مجر هنا هذا يتنظف، وبي طاسة لي جوا أو صينية تسموها كيفكم. هاي الصينية أنا دائما أخلي لهم بيها أوراق وتبقى لي جوا حتى الوسخ مالهم يبقى. وعندي هاي هنا الرولة مال الأوراق تنسحب وتنقص، يعني أنا قصيتها بتأكيد الصفح تنقص عدل، وأخلي لهم يا أغيرها للأرضية الأقفاص مالتهم أحسن من الجرايد. وهذا الورق هو هنا عندنا ورق خاص يسموه مال ورق القصابة والبوتشر، تشوفون صفحة لماعية بيه، شوفوها صفحة عادية. هاي اللماعية مثل منطقة مثل نايلون هي، حتى المي من أخليها البصق مالهم أو المي إذا ينشب ما ينزل على الجو وتبقى نظيفة. شكرا جزيلا لجميع متابعي ومشاهدي القناة، أتمنى أن تكون وصلتكم فكرة الأقفاص وشلون تبنوها. ودائما تلاحظون الأقفاص مرفوعة عن الأرض حدود 50 سنتيم، هذه مهم كلش، لأنه ارتفاعها عن الأرض هو اللي يحمي البلابل مالتكم من النمل بقية الحشرات أن تصعد لهم، وبالإضافة إلى النظافة تكون دائما. هسه لو تشوفون الريش عندي بعد لحد الآن يغيرون الريش مالهم، والحرارة عندي هسه بالغرفة يعني 80 الفهرنهايت اللي هي حدود 27 سنتيغريد، حرارة الغرفة طيبة زينة يرتاحون بيها. وهذا هو الفيلم، وأتمنى أن ينال رضاكم. مع الشكر.